للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا سعادة السفير. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك سعادة السفير بفكرة أن العلاقات المصرية السودانية شهدت على مدار السنوات الأخيرة وفقا للبعض يعني طفرة أو تطور كبير. ما العوامل التي أدت إلى هذا التطور؟ لا الحقيقة احنا في مجال حديث هام جدا وضروري أبدأ بالزيارة الهامة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، لأنها زيارة معبرة عن استعادة دور الدولة ومؤسساتها ممثلة في الزيارة التي يشير إليها. بالتالي عودة هياكل الحكم لممارسة دورها وعملها وفي إطار يحظى برعاية دول الجوار وتشرف عليه مصر، نجح في يوليو الماضي في صياغة رؤية مشتركة لدول جوار السودان الأكثر تأثرا والأقرب لتقديم حلول، فسعت مصر لاحتضان هذه القمة وتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع أسس للوقف الفوري المستدام لإطلاق النار وضرورة نفاذ مساعدات الإنسانية وكذلك الحفاظ على دور الدولة ومقدراتها ومؤسساتها، ثم السعي للحل السوداني وإنشاء الآلية الوزارية التي عقدت في أغسطس في 7 أغسطس الماضي في نجامينا عاصمة تشاد على مستوى وزراء الخارجية، والتي ترجمت مقررات قمة دول الجوار في القاهرة لمبادرة تسعى من خلال وقف العمليات العسكرية وتدهور الأمن على الفور واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وعدم تدخل أطراف خارجية في الأزمة مما يعيق سبل احتوائها والعمل من أجل مواجهة التبعات الإنسانية التي تحدث عنها على سبيل المثال ونشاهدها يوميا الفريق الركن عبد الفتاح البرهان اليوم عن عملية الحرب وويلاتها والنهب المتصل لأموال وممتلكات وحرمات الشعب السوداني، وسعى في كلمته للتأكيد على تنظيم انتخابات حرة نزيهة وأن القوات المسلحة السودانية غير راغبة ولا تريد السلطة ولكن تهدف لتنظيم مرحلة انتقالية تؤسس بعدها الانتخابات حرة نزيهة تقوم بعدها الدولة السودانية ملكا للسودان الواحد ولشعبه. فكانت فكرة مصر من آلية دول الجوار طرح الحل السياسي المنشود من كل الأطراف السودانية ووفقا للآليات القائمة، ولكن في نفس الوقت لابد من التعامل مع الموقف عسكريا وأمنيا لتدهوره وتبعاته الإنسانية اللازمة ونفاذ المساعدات لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لمحنة هذه المواجهات التي لم يتعرضوا لها من قبل. وبالتالي كانت مصر في مقدمة دول الجوار في البحث عن حلول عملية وقابلة للتنفيذ وكذلك من خلال التواصل مع كافة الأطراف السودانية ومع الآليات القائمة، فكانت دعوة أيضا للاتحاد الإفريقي والإيجاد، ولكن كان هدفنا الأساسي وحركتنا باتجاه وحدة وسلامة وعودة المؤسسات السودانية للقيام بدورها وإيصال المساعدات الإنسانية، ومن هنا تبلورت على الأرض محاور أمنية وعسكرية ومساعي لوقف إطلاق النار في كافة الولايات وليس فقط في الخرطوم، والسعي من أجل دعم أبناء شعبنا على المستوى الإنساني ثم إطلاق العملية السياسية ليتبقى لنا مشروع أتمنى أن نتبناه أيضا باتجاه إعادة إعمار السودان. طيب سعادة السفير، هذا فيما يتعلق بالدور المصري في هذه الأزمة، ماذا عن المجتمع الدولي؟ ما المنتظر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر؟ أنا أتصور أن مصر قدمت أسس ودول الجوار قدمت أسس الحل الدائم والمستقيم القائم على الوقف الفوري للعمليات العسكرية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه
وعدم التدخل الخارجي في الأزمة والتبعات الإنسانية المتوجب دعم المجتمع الدولي لأبناء شعبنا والحل السياسي القائم على أسر الحل التي ارتضاها أبناء الشعب السوداني وأطيافه السياسية وإنشاء آلية سياسية وزارية ووضع خطة عمل تنفيذية تقود في نهاية الأمر لعودة السودان ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته. وأظن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ما عليه إلا أن يدعم هذا المسار الشامل الذي ارتضته دول جوار السودان وكافة أطياف الشعب السوداني ورحب به المجتمع الدولي. هل ترى سعادة السفير أن المجتمع الدولي خاصة الغرب يعني يقوم بالدور المطلوب منه في هذه المرحلة لحلحلة الأزمة السودانية؟ أم أن هناك طريقة بشكل ما للضغط مزيد من الضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسؤوليته؟ والله في جميع الأحوال إذا ما قامت مصر ودول الجوار بهذا الدور الهام والفاعل وارتضته الأطراف السودانية فما على المجتمع الدولي إلا دعمه ومساندته سواء كان في دعم الجهود الساعية لرأب الصدع ووقف العمليات العسكرية والتدهور الأمني أو في الجهود الإنسانية حيث تحتاج السودان بعد ما تعرضت له وكذلك الدول المستضيفة لأبناء شعبنا من الجاليات السودانية. فهناك نحو 1,000,000 توجهوا نحو مصر بالإضافة للعدد الكبير لأبناء الجالية السودانية في مصر والتي حيا الرئيس طريق الركن عبد الفتاح البرهان وجود الجالية السودانية ودور مصر في تقديم الرعاية الواجبة. فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي مطالب أولا بدعم الجهود الرامية لوقف العمليات العسكرية واحترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه والتبعات الإنسانية بكل مشتملاتها والحل السياسي القائم على ما تستضيف الأطياف السودانية المختلفة من خلال ما حدده الفريق الركن عبد الفتاح البرهان من فترة انتقالية يؤسس بعدها السودان دولته وفقا للرؤى المطروحة من قبل. وأنا أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن للمجتمع الدولي تقديمه منه دعم المسار الذي تبناه الدول. طيب سعادة السفير يعني طبعا سعادتك تحدثت عن مسألة إطلاق الحوار الجامع للأطراف السودانية وذلك طبعا في إطار الجهود الرامية لحلحلة هذه الأزمة. طبعا نتحدث عن مشاركة كافة القوى في هذا الحوار الجامع للأطراف السودانية. ما السبيل الأمثل إلى تحقيق هذا الهدف؟ ما السبيل الأمثل إلى إيجاد أرضية مشتركة لكافة القوى السودانية للانخراط في هذا الحوار والوصول إلى نتائج حقيقية؟ الحقيقة يعني الأشقاء في السودان يعني أدركوا حجم المحنة وما تعرضت له السودان من أضرار وأن على كل أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوداني تجاه وحدة السودان وسلامة أراضيه. والتجربة المريرة التي مر بها الجميع كفيلة بأن يسعوا جميعا من أجل وحدة الصف ووقف هذا القدر من العنف وال تدهور الأمني والعمليات العسكرية التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا في السودان. وعلى الكل أن يتحمل أمام شعبه أولا مسؤولياته التاريخية. وأنا أظن أن الكل مدرك أن السودان الذي نملكه جميعا أفضل من أن نفتت أراضينا وأن ندع الآخر يستفيد من هذه المحنة والقضاء على دولة السودان العظيمة التي عاشت دوما سندا لشعبها وسندا لأقليمها العربي والإفريقي. والسودان عائدة بإذن الله بفضل جهود مصر ودول الجوار وبفضل وعي وحكمة قادتها. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المداخلة.